ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. الآية حقيقة عجيبة، يعني جملة أو سطر من الكلام، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. هذا قانون بحال قانون الجاذبية، قانون رباني من قوانين الخلقة البشرية في الأرض جعله الله عز وجل في كتابه. هكذا دير القرآن الكريم، وهي حقيقة ثابتة، لأن عبر قلنا بتعبيرات ثابتة مستمرة لكل زمان ولكل مكان تتحدى الإنسان والعصور والأزمان جميعا. ثم التفت بعد ذلك إلى بني إسرائيل، أعطاه هذه المقدمة العامة، يعني داخلين فيها اليهود وغيرهم، وقال له جل وعلا أي لرسوله يا محمد، يعني هذا المعنى، لقد نزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ثم قال له هؤلاء اليهود الذين تجادلهم ويتعبونك بالجدال، أصلا هذه هي الطبيعة ديالهم، أنهم كينقضوا هذه الحقائق الكبرى الكونية بحال هذه الآية، هذه آية كونية، ولقد نزلنا إليك آيات بينات آية كونية، فهم مش عدبة من قديم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وهنا أيضا كين عود واحد القانون آخر رباني عجيب جدا، سيرة بني إسرائيل في التاريخ أنهم ينقضون العهود، هذه السيمة الأساسية ديالهم. القرآن قلنا من قبل بأنه كل فئة وكل طائفة من البشر ومن الأجناس كيعرفها بالعلامات، كما تكلمنا من قبل، المتقون كيعطيهم علامات، المنافقون كيعطيهم علامات، الكفار كيعطيهم علامات، هل العلامات ديالو على العلامات ديال هادو. القرآن كله كيعطيك علامات باش لما تشوف العلامات كتعرف. يعني الآن هذا من أدق الأشياء اللي يتكلم عنها الفكر اللساني المعاصر، ما يسمى بالسيميائيات، يعني كل علامات القرآن الكريم، شيء عجيب جدا. اللي انتبه هذه الحقائق ويبغي ينظرها أيضا بعد النظر الحديث الآن يجد العجب العجب، يغرق في التعابير القرآنية ذات البعد السيميائي والكوني منقطع النظير. من سماء اليهود أنهم نقاض للعهود، وأحمق اللي بقي يثق في اليهود أنه يدير معهم شي عقدة ولا شي معاهدة وما زال يوفيوا بها، أبدا ما زال المداد ما كيجف ديال المعاهدة تكيسبقوا للنقد، ودايما وحدة مرة وحدة، وما زالين هاد البلادة ديال العرب تابعينهم سبحان الله العظيم، ما عرفوا يوصلوا معهم، شي غريب جدا. القرآن الكريم أعطانا هذه حقائق يقينية لا تقبل النقد، قلت بحال قانون الجاذبية سلام، يعني غادي 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 في اتجاه ديال يعني معارضة قانون الجاذبية، وطير في السماء، هذا معناته طير في السماء. فالذي ينظر وينتظر منهم أنهم يفون بالعهود معناه أنه كينتظر أنه شي نار يرمي واحد الحجرة في السماء وتبقى غادية ما تنزلش بدون قوة دافعة بوحدها، يعني هذا خيال يعني لا يقبله الواقع إطلاقا. لكن فين كاين القانون هنا اللي كيهمنا احنا؟ هو قول الله جل وعلا أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق، هذه العبارة ديال فريق منهم، ثم عقب عليها قال بل أكثرهم لا يؤمنون. قال في الأول فريق، شوية قال أكثر. تعبيرات القرآنية مش عشوائية، كل كلمة عندها الميزان ديالها. كيف ينبذ الكتابة أو ينقض العهد فريق؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق، يعني فريق عبارة مطلقة نكرة مطلقة دالة على التقليل، زعما قليلة، فريق طائفة. اليهود كيديروا واحد العهد مع الله سبحانه وتعالى، عهد التوراة أنهم يأمنوا بالله ويأمنوا بسيدنا محمد من اللي يجي عليه الصلاة والسلام، كل هذا داخل في أو كلما عاهدوا عهدا. لكن الطائفة اللي كتنقض العهد كتكون قليلة، نبذه فريق منهم. فكيفاش يعني يبوء تبوء الكثرة باسم القلة؟ هذا سؤال يجي للبال، كيف تبوء الكثرة باسم القلة؟ يعني قلة درتها وتمشي فيها الكثرة،
هذا أيضا من القوانين العجيبة التي يكشفها الحق سبحانه وتعالى. كيقول لنا رب العالمين ملي تشوف شي جريمة كبيرة في المجتمع، جريمة كبيرة يعني بحال هذه، يعني كتعلن الحرب على الله تعالى، كتنقض العهد ديال رب العالمين، ولا تخيل هذه الجريمة كما بغيت، شي فسق كبير، شي جرائم من واحد النوع غريب، شي شذوذ معين ماشي طبيعي تشوفه بان في المجتمع، واخا ما داروش الناس كاملين، داروا ثلاثة ولا أربعة الناس، عنده واحد المعنى. صحيح أن اللي كيتحمل الجرم بالدرجة الأولى هما دوك المجرمين، ولكن المجتمع كله كيتحمل هذاك الجرم. علاش؟ لأن الشر بحال الزريعة، ما كينبت إلا في الأرض اللي عندها قابلية لإنبات الشر، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. بمعنى أن واحد البيئة خرج فيها الشر، وخادك الناس كلهم ما كيدروش داك الشر بداك المستوى، ولكن عندهم قابلية اجتماعية لهذاك الشر، وإلا ما يمكنش يطلع تما، ما يمكنش. ملي نشوفوا مثلا الأحوال ديال الفساد الخلقي والزينة بواحد الشكل غريب وواحد الشكل علني، معنته أن المجتمع ولا هاد الأوضاع فيه طبيعية، بمعنى أنه هي طبعا مش طبيعية، ولكن في العينين ديالنا ولا عادي صافي تاعو. يعني كيوقع واحد النوع ديال الإلف ديال المنكر، واحد الاستعداد للمنكر كينبت، ما حد ما كينش في المجتمع استعداد لذاك المنكر عمره ما يطلع، وحتى ملي كيطلع كيلقى مباشرة الناس كيتكلموا، يعني الحاسة النقدية كتكون حية موجودة. ولذلك أهل المنكر في المجتمعات اللي ما عندهاش قابلية للمنكر، أهل المنكر الناس الفساق والفجار داخل المجتمعات اللي ما عندهاش قابلية للمنكر كيكونوا مخبعين، كيقدروش يبانوا. ففي زمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا الزنات، واحد الزنا نفذ في صحابية وصحابي، يعني في الجيل ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا أهل الخمر كل شيء كان، لكن كان مخبع كيخرج للسطح، لأن البيئة ما قابلاش الانحراف. لكن لما كتولي البيئة قبل الانحراف كيطلع داك الوسخ مع الأسف، كيطلع كله الفوق كيبان ويتحدى فيتكاثر حتى يعم المجتمع كله إلا من رحم الله. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم. كتمشي واحد طائفة من اليهود هما كيكسروا كيبادروا لتكسير ديك العهود، وإعلان كيدروا إعلان محاربة الله تعالى ورفض الحقائق الإيمانية. ولكن ربي كيقول اليهود ولكن راه انتم كاملين أو الأغلبية ديالكم عجبكم داك الشيء، غير ما فيكمش الزعمة ديال هذوك الكفار الكبار، غير الزعمة نقصة، أما القابلية كاينة، بل أكثرهم لا يؤمنون. هذا قانون أيضا من قوانين القرآن الكريم، القانون هنا بمعنى يعني السنة الاجتماعية، قانون اجتماعي اللي تبته القرآن الكريم. فلا يظهر فسق في المجتمع شذ أو كابورة أو صغرة إلا وفيه دليل على أن المجتمع عنده قابلية لذاك الفسق، يعني أنه المجتمع نحط لدرجة أنه يظهر فيه ذاك الفسق ما كاين مشكل. وهذا شيء واضح جدا، مجتمعنا دال عليه وأحوالنا تنطق بهذا صراحة. فلذلك في الحقيقة لما تشوف واحد الجريمة واحد شكل بشيع، راه ماشي داك المجرم بوحده خصو يتلم، راك تؤخذ الجماعة بجرم الواحد، لأن الجماعة كتساهم في صناعة هذاك الجريمة، لأن هي هيئة الظروف اللي صنعت هذاك النوع ديال الإجرام. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. متى يحق القول؟ من اللي كتكون قابلية الفساد في المجتمع، ماشي معناته أن الصالحين ما كاينينش، كاينين، ولكن الظاهرة العامة القابلية للفساد. وهو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما سألته السائلة أنهلك وفين الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. كل هذه الأحاديث والآيات كتعبر على هذا القانون. أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم، بل الإضراب بمعنى عندك توهم، بل باش ما توهمش ديك فريق منهم بمعنى أنه غير قليل اللي كيديروا داك الشيء وفين دوك الكتار، لا كيقول لك غير ما توهمش هذا الوهم هذا. ففريق يعني كيتزعموا الجريمة ولكن أكثرهم قابلين للجريمة. فهذا فعلا من السنن التي نبه الله جل وعلا
على أن المؤمن إذا أراد أن ينظر إلى مجتمعه بعين الصلاح والإصلاح، أو من كان في قلبه خير وإيمان ويريد لبيئته أن تكون صالحة، عليه أن ينظر بهذا الميزان. هذا الميزان يعني ميزان أنه الفواحش ما توليش شيعة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يعني شيوع الفاحشة هو اللي خطير جدا. أما الفاحشة في حد ذاتها نعم هي خطيرة، ولكن على صاحبها، إنما من اللي تولي شايعة كتولي خطيرة على المجتمع كله، كتدمر البيئة. ولهذا تجدون أن العقوبات والحدود غالبا ما كتطبق في الحالة ديال الإعلان والإشهار بها، يعني لأنه يعني الزنا مثلا اللي هو يعني رمز ديال الفساد الخلقي، سبحان الله العظيم معروف يعني عند الفقهاء من النصوص الحديثية والآيات القرآنية جميعا أنه ما كيتطبق إلا عند شهادة أربع شهداء، أربعة شهداء تتطابق كما قال العلماء، وأقوالهم أقوال ديالهم كتطابق بنص على وصف الحالي والزماني والمكاني والوضعي كل شيء، فإذا اختلفوا غير شوية كترفض الشهادة ديالهم. أربعة شهود، شكون هذا في الخيال اللي وقع في الزنا ويشهدوا عليه أربعة شهود كلهم تتطابق أقوالهم أن لقينا فلان وفلانة في المكان الفلاني في الساعة الفلانية والزمن الفلاني وعلى الهيئة والحالة الفلانية؟ مستحيل مستحيل هذه الشهادة تكون في حالة واحدة ممكن. يعني لما هذوك الزنات ما بقى عندهم غرض بحد، اللي يشوف اللي بغى يشوف، إذن هذا ما بقاش يعني الذنب كيديروا هذاك لراسو، لا كيديروا للمجتمع، بمعنى أنه الفاحشة بغي يصدرها يعممها للناس كاملين. هنا الإسلام كيجي ويضرب عليه، كيضرب عليه، لأنه كيعاقب كيعاقب في الحقيقة شيوع الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وإلا فالله عز وجل يأمر بالستر، ولذلك الأحاديث أن من ستر عبده المؤمن أو ستر على أخيه المؤمن، من ستر أخاه المؤمن أو من ستر على أخيه المؤمن، يعني كل أحوال ديال تستر على 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 أصحاب يعني الخطايا مطلوبة من أجل العفو ومن أجل الصفح، عسى الله أن يتوب عنهم. حتى السارق لا تقطع يده إلا بعد رفعه إلى القاضي، أما قبل ذلك المطلوب هو العفو، وحتى القتل مطلوب يعني من ولي المقتول أن يعفو إذا استطاع وفعل ذلك فله أجر عظيم، إلى غير ذلك كثير كثير كثير. من أقال مؤمنا صفقته أقال الله عصرته أو يوم القيامة، تف الأمور ديال المصارف المالية. العفو دائما مطلوب، لكن من اللي يولي الأمر أن هذا المجرم ماشي الغرض دياله هو أنه فقط يرتكب الذنب، الذنب بينه وبين مولاه، لا، الغرض دياله يرتكب الذنب ها واحد عنده غرض آخر خطير، خص الناس كاملين يديروا بحاله، هذا مجرم، مجرم حقيقي، يعني باغي يفسد البلاد كلها. ولهذا رب العالمين كينبهنا لهذه الخطورة هذه، بل أكثرهم فاسقون. هذوك اللي داروا الجريمة ماشي داروا الجريمة لأنهم يعني هم مجرمون وحسب، ولكن بلادهم بغي هذاك الشيء وعموم الناس عجبهم هذاك الشيء. فلذلك الظواهر لا تعالج إلا في كليتها وشموليتها. ولهذا بزاف ديال المؤمنين سبحان الله العظيم كيبدا يأكد على بعض المشكلات، يقول لك لا خصك تقول لفلان هذه وقول لعلان هذه، كاين بعض الاشياء اللي كيكون من العبث، من العبث انك تناولها في الجانب الجزئي ديالها، خصك تناولها يعني كظاهره اجتماعيه كامله، لان نهار كتبدل الثقافه العامه ديال البلاد راه الجزئيات كتبع. حقيقه ان الكليه لا يكتمل بشكل حقيقي الا بجزئياته، ولكن الاساس في مخاطبه الفساد هو البيئه كلها، باش ما تديرش الفساد وما تقبلش الفساد فيها وتحافظ، هذا هو الأساس، تحافظ على الذوق النقدي. يعني تشوف المنكر في نفسك يجيك منكر وما يعجبكش، ماشي تقول عادي، أو ربما تستلذه وتستحليه، هذه مرحلة أخطر. وهذا معنى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبقلبه، بقلبه أنك نفسيا أنت لا تقر المنكر، وكيجيك هذاك المنكر خطر وسيء، ماشي عادي ماشي طبيعي. لكن مع الأسف لما كنشوفوا المنكر اليوم وغدا وبعد غدا، ولا قدرة لنا على التغيير بيدي كما
بيناه قبل، وهو التغيير الشامل الكلي، ولا باللسان وهو التنبيه بالكلام بأي طريقة كان، بالكتابة، بالخطابة، بالتربية، لا قدرة لنا لهذا ولا لذاك. يعني في بعض الحالات وليس دائما، فربي تعالى كينبهنا على طريق سيدنا محمد رد البال، راكي لما قدرت تتغير المنكر وانت عايش معه، اللي كتكون عايش معه ما قدرت، لأنه قال من رأى، أي من شاهد وحضر، ماشي شاف بعينه، لأن الأعمى قد يرى المنكر ولكن ليس بعينه، ولكن يحضره من الشهود، فمن شهد منكم الشهرة. فالرؤية هنا رؤية تعبير مجازي، ماشي رؤية تعبير حقيقي يعني ديال العين، ولكن هنا بمعنى الحضور. من حضر في بيئة فيها منكر فإلا ما غيرش بيده، ما غيرش بلسانه، الله تعالى كيقول لك على لسان سيدنا محمد يرد بالك، أنت غتولي جزء من المنكر، بمعنى المنكر غادي يطبعك، غادي تولفه، من اللي تولفه يجيك عادي، من اللي يجيك عادي غادي ديرو، وإلا ما درتوش أنت يديروه ولادك وما كاين مشكل، غادي تقبلوا في ولادك. فإن لم يستطع فبقلبه، يعني حاسة النقد، حاسة إنكار المنكر ومعرفة المعروف، ما خصكش تفقدها. بحال عندك يعني واحد الآلة يعني كتصلح لشي حاجة، ولكن ديك الخدمة ديالها ما كيناش، إما كتصنع لك شي حاجة، السلعة باش تصنع أو المادة الخام ما كيناش، أو ذاك المعمل واقف، فيعني الا ما خدمش غادي دوك الماكينه يخسروا، كتولي تخدمهم على الخاوي، هذا المعنى. فيعني انت لم تنكر بلسانك، لم تنكر بيدك، ايوا انكر بقلبك، ماشي معناته انه لما كتنكر بقلبك يعني راك كدير واحد الخدمه خاويه، لا ليس هذا المقصود، ولكن كتحمي نفسك، كتحمي نفسك باش ما تنقلبش عندك المفاهيم. نهار تنقلب عندك المفاهيم ستدخل في البيئه المجرمه، فاذا فعل المنكر مجرمون عوقبت معه، انت ما درتش المنكر وكل واحد اخر دارو غتعاقب حتى انت معه، لانك ولات عندك القابليه للمنكر. انا ليك وفينا الصالحون، قال نعم اذا كثر الخبث، هذا المقصود، والا ما يمكنش واحد دارها واحد يتعاقب بها، لا تزر وزيره وزر اخرى، هذا المنطق الاصلي القراني. ولكن لما كتكون قبله راه عندك مشاركه وجدانية نفسية عرفية، راك تساهم في صناعة عرف اسمه قبول المنكر، عرف كتصنعه حتى انت. ولهذا فعلا هذا قانون عجيب، نبذه فريق منهم قلال، ولكن قال بل اكثرهم لا يؤمنون. ثم بعد ذلك ندخل الى آية اخرى، آية فعلا علامة. هؤلاء اليهود رفضوا الآيات البينات، الحق جيهم واضح بحال الشمس، يعني بحال الأشعة ديال الشمس نازلة وبقوة وباستمرار لا تنقطع. ولقد نزلنا إليك آيات بينات، اللي كيشوف بعينه كيشوفه، واللي ما كيشوف شيء كتحرقه وجلده، وما يكفر به إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. قال جل وعلا مبينا خطورة أبعد وأصعب، وهو أنه ماشي هاد اليهود اكتفوا بالكفر وبنبذ الكتاب، لا، زادوا أمر آخر، وهو أيضا قانون قد يتحقق في هذه الأمة، بل هو متحقق فيها جزئيا. ولما جاءهم رسول من عند الله، هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، جاء للناس كاملين، العرب واليهود والنصارى ومجوس، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل نبذ فريق، بقي فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله، كتاب الله بإطلاق اللي هو القرآن والتوراة والإنجيل، وراء ظهورهم، لأن التوراة عندهم فيه تصديق بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والإنجيل عندهم فيه تصديق بسيدنا محمد، والقرآن قرآن آيات بينات. فنبذ هؤلاء جميعا كتاب الله بكل تجلياته، كتاب الله، التوراة، الإنجيل، القرآن، صحيح هو متوجه بالقصد الأول إلى القرآن، لكن بالتبع إلى الإنجيل والتوراة أيضا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله، وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال الإمام الطبري في تفسيره كأنهم لا يعلمون دال على أنهم كانوا يعلمون، صحيح فعلا
واضح جدا التعبير العربي، يعني أرموا القرآن الكريم بحال ما كيعرفوش. إذن كيعرفوا من خلال كتاب الله جل وعلا التوراة والإنجيل، ومن خلال ما سمعوا من القرآن نفسه، أن هذا من قبيل التوراة والإنجيل، وأن صفات هذا الرجل هي من قبيل صفات موسى وعيسى، هي صفات النبوة. عالمين ميقنين ولكن جاحدين، ما عندهمش استعداد، يعني عندهم فسق، ما عندهمش قابلية الإيمان، بل أكثرهم لا يؤمنون. فهم إذن ما عندهمش قابلية الإيمان وعندهم فسق أصلي، فسق أصلي، ما مستعدينش يتدينوا، ما مستعدينش يكونوا مدينين، هذه مشكلتهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين. وهنا مربط الفرس، عندنا عود جوج بعمليتنا، جوج ديال الأفعال مهمين، نبذ واتبعوا. هذا النبذ هو إلقاء الشيء على جهة الاستخفاف، يعني شي حاجة كتزروطها تلوحها ليه بعيد، يعني لأنها كتهينة، بحال شي حاجة كترميها في سلة المهملات، تجيك شي ورقة ولا شي شغل ديال شي واحد مطلع بزاف كتقبطها وتكمشها ترميها في سلة المهملات. هذه هي الخدمة اللي داروا اليهود الكتاب الله عز وجل. نبذ، النبذ الإلقاء والطرح بصورة دالة على الاستهجان والاستخفاف. وشنو داروا لهذا الشيء؟ هذا يعني هذا الفعل هذا مع من داروه؟ مع من؟ مع كتاب الله. شيء خطير جدا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، كان ممكن يكون التعبير نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، الكتاب وراء معروف، الكتاب وراء أظهر، ولكن قال بالإضافة باش يدل على حجم الخطر وعظام الجريمة. كتاب من هذا؟ كتاب الله. أسناد الكتاب إلى صاحبه الذي هو رب الكون لينبهنا إلى خطر ما صنعوا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. وشوف الطريقة، يعني شيء غريب جدا، يعني واحد الحاجة كتزروطها من وراك، وراء ظهورهم، يعني ما مستعد تشوف فيه، كأنهم لا يعلمون. هي كناية، ماشي بالضرورة شدوا القرآن ورموا هكا، وما عمرهم ما داروها، ولكن المقصود على ذلك الشيء اللي وقع في القلب ديالهم، هذه كناية عربية، ألقى الشيء وراء ظهره. وهذا تفسير الطبري نفسه هكذا يقول، يعني هذه تعبير عربي دال على النبذ والأسلوب الاستهجاني، بحال كتقبط واحد الحاجه وتزربطها من وراك، ما تستعد تشوف فيها. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إذن قلنا التعبير الأول النبذ، شوف هو هاد الفعل بعد اللي داروا مع من؟ مع الله. المصيبة هي البديل، باش بدلوه؟ بدلوه بأسوأ شيء في الوجود، يعني شي حاجة هي أعلى وأرقى ما كاين في الوجود، وهي كلام الله، قبطوه وهانوه بهذا الأسلوب. هذا النبذ، النبذ وكيف وراء ظهوره. يا ليت كان البديل شي حاجة، يعني عمر البديل على كتاب الله ما يكون مزيان، متفقين، ولكن هذو المصيبة يعني نزلوا لأسفل سافلين، يعني كان ممكن يعني يبدلوه بشي كلام ديال شي نبي ديالهم ولا شي واحد حكيم ولا شي حاجة، وتلك جريمة لا شك فيها، ولكن بدلوه بأسوأ شيء، أي بالعدو التام لله وهو إبليس. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. شوف هذا التعبير اللي استعمله ربنا سبحانه وتعالى، الاتباع، واتبعوا، لأن الاتباع دال على الطاعة، يعني اتبعوا أي انقادوا، لأن الاتباع أصلا مع من كيكون؟ اتباع لله ولرسوله. فالاتباع تعبير ديال الدين، تعبير ديال الطاعة. واتبعوا لا مرغمين بل راضين قابلين، يعني بخواطرهم مشاو للسحر والمصدر ديال الإبليس. نفتتح الآن الكلام الذي سيأتي بعده ثم نقف بإذن الله عز وجل. فين هو الخطر الآن في الفعل؟ الخطر الآن كاين في استبدال المصدرية، المصدرية، يعني خلاو الكلام اللي جاي من عند الله، المصدر ديالو رب الكون، مصدر منين جاي؟ من عند الله، كتاب الله مصدر،
يعني من عند الله، خلاو المصدر الرباني الإلهي ومشاو لمصدر الشيطاني. ولذلك قضية المصدرية هي من أخطر الأشياء اللي كتهدد الأمة الآن في أشكال الانحراف ديالها، لما تخلي كتاب الله عز وجل وتمشي إلى غيره. ها هنا يكمن الخطر الذي كان سبب انحراف بني إسرائيل. نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.